احنا بنتكلم عن الإلحاد والمنطق. كتير من الناس اليوم عم بتشاهد هذه الحلقة، انت بتعمل محاضرات عن هذا الموضوع في كل مكان. دكتور ناجي، ايه اللي عاوز توصله لكل مشاهد في رسالة صغيرة عن هذا الموضوع؟ الرسالة البسيطة يا أحبائي، احنا عايزين نبدأ الحوار. احنا بنحبكم وبنحترمكم وعايزين نسمع منكم وعايزين نتحاور بهدوء شديد جدا وبعلم صادق جدا، وبنقول لكم انه الله اللي خلقنا ده بيحبنا جدا وعايز يكون لنا علاقة معاه. العلاقة دي انقطعت بالخطية والرب حلها بالفداء بموت وقيامة المسيح. فاحنا عايزين نبدأ حوار ناضج وجاد ونسمع كل أسئلتهم. احنا مش بنتهمهم انهم وحشين، بالعكس هم بيفكروا، احنا عايزين نفكر معاهم وهنفكر في كل شيء. وتمسكوا بالحسن، تمسكوا بالحسن. وطبعا الكتاب المقدس بيمشي بتناغم بتسلسل تام من سفر التكوين من أول آية. مش افتراضية ولا تشكيكية ولا كذا. في البدء خلق الله السماوات والأرض، خلقها في 6 أيام، وإلى نهاية الأيام بيتكلم عن السماء الجديدة والأرض الجديدة اللي كلها بتمشي مع المنطق. ألا تتفق معي؟ بالتأكيد بالتأكيد. وإحنا عايزين نستمر الحوار ده بيننا عشان نصل للحق، لأن الحق يحررنا. فإحنا مش عايزين أي واحد يكون مكبل بأشياء غلط مأثرة على حياته ومش عاطية معنى لهذه الحياة.